كيف صرت؟ كأنك أحسن. لازمك شي؟ أنا كتير منيح بابا، خلص اطمن ولا تقلق. قبل شوي اجت الشرطة وقال إنه نعرفوا نمرة السيارة يلي هرب فيها الشخص يلي هاجمنا. لوين يعني؟ لعندي ياسمين طبعا. اهدى شوي حبيبي. البنت لساتها مصدومة من الشي اللي شافته عنا بالبيت. بس الوقت تأخر قدرة. شو أعمل؟ انشغل بالي عليكي، تليفونك مسكر وقلقت. شو ليش مسكرتي؟ بس لو تعرف شو صار معي وقت عرفت عمتي عصبت وجنت وعاقبتني وأخذت مني تليفوني وحبستني بالغرفة. أكيد ملاحظ قديش وضع البيت صار مكركب، والكل هون مزعوج ومتضايق، ولأنه عمك ما بيجي من قلبه يواجهك ولا يحكي معك عم بفش قهره بقدرات. أكيد أنت ما رح ترضى يضل الوضع بالبيت هيك ياسين. سهر الأم الحنونة، بس لو تعرفي قديش بحبك. أسماء، خالي عائشة يلي أنا من الأول اعتبرتك واحدة من العيلة، أنا رجعت فكرت كتير منيح وقررت إنه طلعتي من البيت هي الحل الأنسب للكل. اللي صار صار، الحكي ما عاد يفيد. ياسين بسببك ترك البيت. خالي عائشة، صح نحن تخانقنا واختلفنا، بس أنا ما كان بدي الأمور توصل لهون بنوب. بعدين أكيد رح يرجع، بس لحتى يريح راسه كم يوم. لا تتضايقي أنتي، وقت يرجع رح تعرفي إنه أنا ما غلطت معه بأي شيء. اقرأ الورقة، برأيك واحد ناوي يرجع بيكتب هالحكي؟ حتى لو هو ما بده يرجع خلص أنا بلاقيه وبرجعه، بس أنتي لا تزعلي. طيب وكيف بدك تلاقيه؟ راح من دون ما يترك لا عنوان ولا أثر وراه. إلا ما لاقي طريقة أوصله فيها، بحاول أسأل عنه وإلا ما أوصله. شو شايف المشاوير بمنامك لحتى طالعة بكير؟ بدي ادفع الفواتير وروح لعند بيت عمي. ايه بلاها هالروحة، ادفعي الفواتير ورجعي اشتغلي بالبيت. ما في شي اشتغله، مبارح منطفى البيت وعامل اكل، شو بدي اشتغل كمان لسه؟ برداية غرفتي بتقرف. الاسبوع الماضي غسلتها، امتى توسخت؟ شو اعمل لك، توسخت من الشباك، غبرة الشارع معلقة فيها. خلص لا تاخدي وتعطي معي كتير، اليوم بدهم يكونوا البرادي مغسولين. ماشي خلص اشلحي ورجعي. كنا على أساس رايحين عند الخالة عائشة؟ منروح غير يوم إن شاء الله. يلا فوتي لجوا، رح أدفع الفواتير وأرجع. ماشي لا تتأخري، ارجعي بسرعة. أهلين بنتي سهر. كيفك أمي؟ قليلي شو أخبارك؟ منيحة ماشي حالي. بس صوتك باين ماله منيح. صاير شي جديد؟ لا يكون ياسين وقدرة تتخانقوا. لا بنتي، نحن من أحلات أكلهم. طيب ماشي، بالي مشغولة عليكم وكنت جاية، بس مرت عمي طالعت لي شغل من تحت الأرض. لا تاكلي همنا بنتي، نحن مناح. أنتي اهتمي ببيتك وبنتك وديري بالك على حالك. بشوفك بعدين، يلا مع السلامة. الله معك أمي. أنا آسفة يا سهر، بعرف إذا بقلك اللي صار رح تتركي كل شي وتجي ركض، بس جايتك لا رح تقدم ولا رح تأخر.
بكفي قلبي احترق بلا ما أحرق لك قلبك. يوم عن يوم عم تتحسن الحمد لله. بفضلك. شكراً على تعبك معي يا أسماء. ما سويت شي. صحيح تذكرت، جبت لك شغلة من كم يوم ونسيت أعطيك إياها. اشتهيت لك هالهدية. تفضل إن شاء الله تعجبك. أكيد رح تعجبني، عزبتي حالك. حاولت جيب شغلة ممكن تحتاجها، بس المشكلة بإيد واحدة صعب أفتحها، يا ريت تساعديني. الله يحميك ويحفظك ويبعد عنك كل شر وما يصيبك أي أذى. إن شاء الله بتطير العقل. هالهدية كتير بتعني لي عن جد، بتجنن. شكرا. عمر، هيك يا أخي اليوم لح تدريت. الحمد لله على سلامتك، كيفك؟ الله يسلمك، صرت منيح مثل مو شايف، بدي شوية وقت. مرحبا أنسة أسماء، كيفك؟ منيحة، أهلا وسهلا، تفضل. احكي لي لشوف، ما عرفوا مين قوص عليك؟ لا، وبصراحة ما بتوقع أنه رح يعرفوا. بس ما شاء الله عليك، راجع شاب أكتر من قبل. هذا بفضل الآنسة أسماء، عزبت حالة معي ومن أول يوم ما تركتني أبدا. فضل وجودها أنا تحسنت أسرع. ايه، الراحة النفسية أهم شيء بالعلاج، يعني وقت المريض يكون معه حدا يدير باله عليه ويهتم بصحته ويسعده، هيك طبيعي إنه يتحسن. السيروم رح يخلص، رح خبر الممرضة. شو؟ شايف بعيونك لمعة غير شكل. محمد، لا تبلش هلأ، أنا وأسماء رفقات مو أكتر، وقلت لك هذا الحكي من قبل. على مين هالحكي؟ ليك اسمع نصيحتي ولا تخبي مشاعرك إلا بصراحة. القصة ما بدها كلها الصفنة. عمر، أنت مو شايف وضعك، أنت رجعت من الموت، ما حدا بيعرف شو بيصير معه بكرة. الحياة قصيرة ولازم نستغلها، وقت تلاقي السعادة قدامك لازم تتمسك فيها مشان ما يجي يوم وتندم. اسمعني، يلا خالي عائشة زتية قوية لعندي. يلا أسماء زتية. وليش هيك تركتني يا ياسين؟ الشيء الوحيد اللي كان مقويني ومخليني أتحمل هو وجود ولادي جنبي ولهفتهم علي. كنت مطمنة لأنهم سوا وما كنت رح آكل همهم. هلأ كيف بدي أتركهم هيك بعد ما تفرقوا؟ يا ربي بترجعك ساعدني وخليني أتركهم وأنا مطمنة إنه هاي العداوة اللي بيناتهم انتهت. أيوة معلم شاهين، نحن قدام بيت سيد داود وعم نستنى. أول ما يطلع ابنه رح نلحقه ورح ناخده على المكان اللي نحن اتفقنا عليه. تمام معلم، إيه رح خبرك أكيد.
شو بدك قدرات؟ ليش عم تتصل فيني من الصبح؟ شبكي نيسا، طولي بالك، طالما مزعوجة ومتضايقة كل هالقد فمعناتها ياسين أكيد هو يلي زعجك، ما هيك؟ شو قصته هاد؟ يعني حدا بيضايق معلمته؟ أنت شو عم تخبص بالحكي؟ ليك ما معي وقت اسمع حكيك الفاضي، احكي اللي عندك بسرعة لأني تأخرت على جامعة وبدي سكر. طيب طيب أنا آسف، خلص صرح أحكي أنا يلي عندي، طولي بالك. ياسين ترك البيت وحاطين الحق علي. بصراحة مشان هيك أنا كتير متضايق، قلت بلكي أنت بتعرفي وينه وبتخبريني. حتى لو كنت بعرف وينه ليش لحتى قلك؟ لتعمل له مشكلة جديدة يعني؟ صدقيني أنا ما رح أعمل له أي شيء، أنا تربيت وحرمت وبدي لاقيه لحتى أصلح غلطي. إذا كنتي بتعرفي وينه قولي لي بترجاكي. وأنت ليش مصر كل هالقد إنك تلاقيه؟ أنا ما عم بفهم. كرمال الخالة عائشة، هي بتعتبرنا مثل أولادها. ولما ياسين ترك البيت بسببي كتير تضايقت وزعلت مني وحتى صحتها تعبت. بلكي إذا بلاقي لها ياسين بتقبل تسامحني. لو سمحتي إذا بتعرفي وينه خبريني. صدقيني ما رح ضايقه ولا ازعجه ابدا، بس بدي طمن له قلبه. خالي عائشة، خير؟ أنت منيحة؟ كيف بدي أكون منيحة؟ من زعلي على سفرة ياسين كل ما لوضعي لأسوأ. خالي عائشة كرمال خاطري لا تزعلي، ما بدي أشوفك متضايقة هيك. جبت لك عنوان ياسين، هو ما سافر، لساته بالمدينة، قاعد عند وحدة من رفقاته بالمزرعة تبعه، وهذا هو العنوان. عم تحكي عن جد؟ ياسين لساته باسطنبول؟ انت متأكد من هذا العنوان؟ ايه انا متأكد، أخذته من عند، قصدي أخذته من معلمه. يسلم. شفت يا ياسين، ما عاد تاخد قرارات مانك قدها، طلعت الشغلة مو بهالسهولة. ما عم صدق أبدا إنه كل الطرقات تسكرت بيوشي والظروف عاندتني لحتى اضطريت إني ضل بهالمكان هاد. آسف بعتذر منك، صار عنا عطل وكل الرحلات توقفت. يوم مشغول بالي عليك رح جن. انت منيح؟ ما في شيء، انا منيح بس تعبان شوي مو اكتر. كل هالايام ما عم ترد على تليفونك، وفجأة بتدق لي من وش الصبح وبتقلي بدي احكي معك بشغلة مهمة. تعالي، شو اللي عم بيصير معك؟ بس فهم. بدي اترك الشغل يا نيسا، لاقي شوفير تاني بدالي.
ياسين شو صار معك؟ كيف يعني بدك تترك الشغل؟ لكون عملت شي شغلة ضايقتك مني؟ لا انت ما دخلك، بس انا هيك ظروفي ومضطر اني سافر. ياسين بترجاك لا تروح، اذا بدك خلص اترك الشغل مو مشكلة، بس خلينا نقعد ونحكي بجوز نلاقي شي حل تاني. لا تتعبي حالك نيسا، انا ما في حل لمصيبتي غير السفر. لا مو مزبوط، كل شي له حل. انت حابب تضل لحالك مزبوط؟ انا باخدك على مكان ما حدا رح يلاقيك فيه. يلا امشي، اذا ما عجبك ما رح اجبرك تضل. يلا امشي معي وشوف. يلا عن جد هدول مانن طبيعيين ابدا، كيف قدروا يطعنوك بظهرك ويخونوك بهالطريقة هي؟ خلص بقى طنش، لا تتضايق، لا تحط ببالك، أصلاً هن الاثنين كتير لابقين لبعض. نساهن وارجع لحياتك، بتقدر تضل هون لحتى ترتاح قد ما بدك. عن جد يسلموا، بس أنا ماني مطول عندك، أنا أخذ قراري وبدي بس ضبط وضعي وبروح خلال كم يوم. عود قد ما بدك ولا تفكر بشي، نحن رفقات ومنوقف جنب بعض. ماشي، أنا لازم روح، تأخرت على الجامعة، وأنت خد راحتك على الآخر، كل وتحمم كأنك ببيتك تماماً، بس خلص دوام تعال خدني، منروح على شي مكان منغير جو. طيب ماشي. ماشي بشوفك. الحمد لله يا ربي إني قدرت لاقي. يا رب ساعدني لحتى أقدر رجعه لحضني. يا رب كون معي لشيل هالكره من قلبهم وخليهم ينسوا كل الماضي. يا رب مالي غيرك. لماذا تبحث عن شمس أخرى وأرض أخرى؟ فأينما ذهبت لن تهرب من نفسك. من لم يستطع أن يغير ما بداخله لن يساعده تغيير الأمكنة. كما المرساة تكبح إبحار السفينة من مرساها، كذلك المريض يشتد مرضه بتغيير مكانه إلى مكان آخر، فتتحرك آلامه بمجرد انتقاله، لأنه كلما رسخت الأعمدة أكثر كلما كانت أمتن. لهذا الهروب لن يكون هو الحل، الانتقال من مكان لآخر لن يغير شيء. لكي نستطيع التخلص من المشكلات التي بداخلنا، علينا أولاً أن نقوم بحلها من أنفسنا. الشر موجود بداخلنا، لكن النفس لا تستطيع التخلص منه ببساطة. شو ليش وقفتي؟ أنا صار لازم روح، عندي شغل بالمكتب ولازم أني خلصه. يعني مو بس أنا يلي تعطلت عن شغلي، ما هيك؟ عطلتك معي انت كمان. الله لا يعيز حدا للمشافي. بتصدقي ماني مصدق ايمتى اطلع من هون وارجع لشغلي. هلا صرت حب شغلي اكثر من قبل بكتير. انا هلا رح مر شوف الدكتور، بلكي بيقول لي شي خبر حلو. عم استنى الاخبار الحلوه. شبكي مضيعه شي؟ سوارتي كان في بايدي اسواره بس كانه وقعتها. مو مشكلة إذا هون إلا ما تبين، إذا ما بدك مني شيء أنا رح أمشي. يسلموا على كل شيء أسماء.
والله كتير طيب، يسلموا ايديكي. صحة وهنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، كيفك؟ كيف صحتك؟ وأخيرا شرفتي سهر خانم. وينك لهلا؟ بتطلعي على أساس مشوار صغير بتختفي وما عاد ترجعي. ما رحت لحقي تغسلي لي البرداية. إيه لأنه كان في عجقة كتير والدور طويل، هلا بغسلهم. إيه خلص تركيهم، يلا بلاهم. روحي خلصي الجلي، المطبخ مليان. تكرمي مرت عمي. مو طبيعية عن جد، طول النهار برا، بتطلع على أساس على السوبر ماركت بتروح وبتختفي لساعتين. لك بس لو أعرف وين بتغط. وكل مرة بتلاقي حجة، شي كان عجقة وشي ما بعرف شو. اليوم حطت لي حجة الفواتير واختفت، مالي قدرانة اتحملها. خلص صبري، ما بتعرف تقعد تهتم ببيتها وبنتها. صدقيني كل ما شوف كناين العالم مطبوبين ببيوتهم بقول ليش الله بعت لي هيك كنة. روح قلبها الطلعة والفوتة وبيتها آخر همة. مرحبا. أهلين. امشوا يلا. مدام، على الأغلب هاد هو العنوان اللي قلتي لي عليه، ما في غيره. إن شاء الله لاقيك هون يا ياسين. يا رب بس ما أكون تأخرت عليك. يلا ياسين افتح لي الباب. مين بده يكون؟ معقول انه تكون نيسا رجعت؟ يا روحي ياسين. انت قدامي. خفت كوني تأخرت عليك، خفت اني ما اشوفك مرة تانية. الحمد لله انك قدام عيوني. أنا منيح خالي عائشة، ليكني قدامك بترجاكي لا تبكي، لساتني هون. أنا عم ببكي دموع الفرح. لا تخاف علي، أنا منيحة. المهم إني شفتك وبكفي. ليش هيك ساويت؟ ليش تركتنا ورحت؟ مو اتفقنا أنا وياك وقلت لي تراجعت؟ ما تحملت يا خالي عائشة، ما قدرت ضل قاعد بنفس البيت.
لو خبرتني، لو إنك إجيت وقلت لي، كنا طلعنا أنا وياك مع بعض. لما قريت رسالتك جنيت، فكرتك طلعت على المطار لحقتك لهونيك، وضليت قاعدة للصبح، ما تركت حدا ما سألته، بس ما استفدت. خالي عائشة، أنا بحياتي ما شفت حدا بحنيتك، ولا حدا بحياته خاف علي مثلك. قلبك الطيب هاد ما في مثله بكل الدنيا. بترجاكي سامحيني، صدقيني ما كنت متمني زعلك، بس كنت تعبان. أنا كنت مسافر بس ما زبطت معي. الحمد لله أنه ما زبطت معك، على قد ما دعيت ربي استجب لي. بس قولي لي أنت من وين عرفتي أني هون؟ ما بهم شلون، المهم لقيتك وطمنت أنك بخير. يلا امشي معي على البيت. مستحيل مستحيل خالي عائشة، اطلبي مني أي شيء إلا أني أرجع على البيت. ما بقدر أرجع، على القليلة بالوقت الحالي ما بقدر. بترجاكي فهميني خالتي. مثل ما بدك، بكفي أني قدرت شوفك، طمنت وعرفت مكانك، الباقي مو مشكلة. خالي عائشة، بترجاكي لا عاد تزعلي بقى. أنا صرت بهذا العمر وما شفت حدا حبني واهتم فيني مثلك، لهيك إذا أنت زعلتي أو تضايقتي أنا رح أتضايق كمان. سامحيني صعب أرجع، ما بدي زعلك أو أكسر بخاطرك، بس كتير صعب. طيب ابني، أنا منيحة، لا تأكل همي وتفكر بالقصة. أهم شي تنتبه على حالك، ما عاد بدي شوفك متضايق. أنا صار لازم أمشي. طيب استني، لا تروحي لحالك، أنا بوصلك. لا ما في داعي حبيبي، ارتاح أنت، بروح لحالي. لا لا ما في مشكلة، أنا أصلا عندي شغلة. يلا القصة ما بدها كل هالصفنة. عمر انت مو شايف وضعك، انت رجعت من الموت، ما حدا بيعرف شو بيصير معه بكرة. الحياة قصيرة ولازم نستغلها، وقت تلاقي السعادة قدامك لازم تتمسك فيها مشان ما يجي يوم وتندم. اسمعني، مرحبا، بعتذر منك، تذكرتيني. ما اسمي عمر. ألف مبروك المطعم الجديد، كتير حلو ومرتب ومزوق كمان. هذا من ذوقك. مرت أخي، ما عطيتيني رأيك، كيف لقيتي المطعم؟ بتصدق قديش خفت عليك. يعني كان الموقف بخوف.
أنا برأيي نحن صرنا أصدقاء وفينا نحكي براحتنا كمان. شو رأيك أسماء؟ بس المشكلة بإيد وحدة صعب أفتحها، يا ريت تساعديني. ابني كيف صرت؟ عمر انت منيح؟ اهلين بابا، امتى اجيت ما انتبهت لك؟ شو شايفك صافن؟ طمني فيك شي؟ لا لا، حتى اني تحسنت كتير وبلشت مل كمان، واسماء راحت لحتى تحكي مع الدكتور، يعني بركي بيطلعوني. ما في منها الاسماء، الله يرضى عليها، ما تركتك ولا لحظة وكأنه هي واحدة من العيلة. خير، ليش ابتسمت؟ عادي ما في شي. عمار أنا أبوك بعرفك، بعرفك كتير منيح، من نظرة عينك بكشفك في بتمك حكي. يلا احكيلي. يعني هي مالي عرفان كيف بدي قلك ومن وين بدي بلش. خلاص احكي وقلي دغري. معقولة تتلبك مني؟ يعني مو قلت قبل شوي انه اسماء كأنه واحدة من العيلة بابا؟ انا برتاح لها كتير لأسماء، لو كانت فرد من عائلتنا أكيد وقتها كانت عائلتنا رح تكون أحلى بكتير بوجودها. أنا بدي مر لعند خالتك هادية، بس رح يضل مشغول بالي عليك. دير بالك على حالك، طمني عنك على طول. خالي عائشة، شكراً لوقفتك جنبي. لا تقول هيك يا ابني، دير بالك على حالك. يا نور عيوني انت، قديش تعذبت بحياتك. فرح له قلبه يا رب. تفضلي. شكرا. ايه شو هالمفاجأة الحلوة هي؟ اميت اهلا وسهلا فيكي، نورتي. اهلا فيكي حبيبتي، يعطيكي العافية. خير؟ شو صاير معي؟ شبكي مو على بعضك؟ ليش هيك وشك أصفار؟ ياسين ترك البيت. لا كيف؟ مو أنتي قلتي لي إنك قدرتي تقنعيه؟ شو اللي صار؟ فكرت إني أقنعته بس طلع مصر على قراره، ترك لي رسالة بتقطع القلب وحمل حاله ومشي وخلاني دور عليه طول الليل، فكرته سافر، بس الحمد لله طلع هون. هو ماله رضيان أبداً يرجع على البيت. ياسين مجروح جرح كبير. ماني عارفانة شو بدي قلك، يمكن ما حدا متضايق قدي، مالي عين اطلع فيك، لأنه كل اللي عم بيصير معكم هو بسبب البنت يلي أنا ربيتها. الإحساس بالذنب رح يقتلني. لا تحكي هيك هادية، أنتي ما دخلك، أنا اللي هيك حظي، كل ما حاولت اجتمع بولادي بتصير شي مصيبة، نرجع للمشاكل من الأول.
خايفة كتير إني موت وأترك ولادي عم يتخانقوا. أنا ما بدي شي من هالدنيا غير إني أقضي آخر أيامي يموتوا ولادي حولي. اصبري وطولي بالك أختي، أنا بعرف إنه النار شعلة بقلبك، بس ما عندك حل تاني، بدك تطولي بالك. الحمد لله ياسين طلع مو مسافر، ادعي لله وأكيد ما رح يردك. لك حد مو ابن عمه لقدرات؟ ايه هو، بس هذا شو جابه لهون؟ ليكون بده يعمل له شي مصيبة لقدرات. شو وينك انت؟ اهلا، رح اجيب شغلة وبلاقيكم. ياسين شايفتك هون كتير فرحتني. ايه هاد شغلي، مع اني كنت بفضل انك تجي لانه نحن رفقات مو لانه شغلك. مو مشكلة، المهم هلا انك اجيت. اكيد لهلا مانك اكل، شو رايك نروح ناكل سوا؟ موافق. يا ربي انت القادر على كل شيء، فرحني بشوفة ولادي مجموعين سوا. يا ربي تصفي قلوبهم على بعض وتشيل هالحقد من جواتهم. ما رح أطمن لحتى يتصالحوا. قبل ما أترك هالدنيا ما بدي غير شوفهم واقفين جنب بعض مثل أي أخوة. أنا ما فيني روح وأتركهم كل واحد ناوي ينتقم من التاني. هنن همي ووجعي. يا رب طمني عليهم وهدي لهم بالهم. اصحك تعمل اي حركة او صوت، امشي معي. شو بدك مني؟ امشي. لك انت شو عم تعمل؟ اسكت. اتركني اترك. امشي بلا ما قتلك. لك حد عم يخطف لقدرات. اطلع. اركض الحق اركض. خلاص راح. خطفوا هالندل، اتصل بأهله بسرعة. أهلين رضوان، خير؟ كيف؟ كيف يعني أنت شو عم بتقول؟ لك شو صاير؟ متأكد إنه قدرات؟ يعني شفتن عم ياخدوه بعيونك؟ غير شي مع قدرة نوال؟ شبك احكي نوال؟ قدرة، قال قدرة الخطف يا جبلة. كيف؟ Aylar geçti, unutmadım seni. Gözyaşların hiç değmesin kurumuş toprağıma. Seni
şeydir şu kısa hayatımda.